السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، أهلا بالأنيقات الجميلات. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوالكم، معنا تنسيقات عصرية وجديدة وأنيقة. فإلا كنتي مهتمة بموضوع الموضة، ما عليك إلا تنضمي القناة هكا توصلي جديد تاع الموضة. فهنا كما كتشوفوا معايا هاد الكاب هذا كيف جا مخدوم، طريقه الخدمه ديالو كيف دايره، شوفوا معايا. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد هاد الكاب هذا. وهاد البيسة اللي كتجي مريحة في البيسة ديالها، تشوفوا معايا طريقة الخدمة ديالها كذلك، جاية بالطنورة ديالها في بلوغوا بالنسبة للسيدات اللي كيعجبهم هاد اللون. ومشوه هاد النوعيه تاع هاد اللباس بالنسبه لكاينين السيدات اللي كيعجبهم هاد النوعيه ديال هاد اللباس هذا الانيق اللي كيجي كلاس في اللبسه. شوفوا معايا الخدمه ديالو في الكميمات كذلك، جاي مقبوط في الكميمات وبلا سانتور، وجي بونطالون هذا لونسومبل. وشوفوا معايا كذلك هاد البيته هذه اللي جايه غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الخدمه ديالها بالنسبه للسيدات اللي كيخدموا هاد النوع ديال الملابس النسائيه بالنسبه للمحجبات. شوفوا هاد لاشوميزه هذه اللي جايه مخدمه ديالها، شوفوا معايا فوق الكتفات وكذلك عند الصدر كيفاش مخدومه. شوف هذا النوع هذا كذلك اللي كيوضح لكم هذا الفيديو، هذا واحد نوعي ديال اللباس اللي هو مريح في اللبسه ديالو. كاينين السيدات اللي كيعشقوا هذا النوع ديال اللباس. وشوفوا معايا هذا اللباس هذا اللي كيجي كلاس وكيجي انيق وسامبل في اللبسه، كيجي غزال ما شاء الله. شوفوا معايا، شوفوا معي كذلك الخدمة ديالو كيفاش مخدوم. نمشيو هاد لاشوميز هادي اللي جاية بحال هكا، شوفوا معايا الخدمة ديالها كيف دايرة من الأسفل. وكذلك هاد لاشوميز هادي أنا اللوينات اللي كاينين في هاد لاشوميز هادي، شوفوا معايا الخدمه ديالها، شوفوا معايا اش لبساتها، جاية انيقه في اللبسه كذلك. شوفوا هاد لاشوميز هادي كذلك اللي جايه سامبل وانيقه في اللبسه، شوفوها معايا اش لبساتها، شوفوا هنا اللوينات اللي فيها. وكذلك هاد لاشوميز هادي اللي كتجي طويله وكتجمع البنطلون بالبيض، شوفوا معايا كيجات انيقه كذلك في اللبسه ديالها. فكنتمنى يعجبكم لا فيديو، فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. شوفوا معايا كذلك هاد اللبسه، ومشيو هاد اللبسه هذه النوعيه ديال اللباس بالنسبه للسيدات المحجبات اللي كيعجبهم هاد اللباس هذا اللي كيجي كذلك مريح في اللبسه ديالو. ومشيو هاد النوعيه هذا ديال اللباس اللي كيجي مختلف على اللي شفناه من قبل، اللي كيجي رياضي بحال هكا، شوفوا معايا كذلك جاي مريح في اللبسه ديالو.
والخدمة ديالو مختلفة على اللي شفنا من قبل. وكذلك هذه النوعية هذه بالنسبة للسيدات المحجبات الأنيقات اللي كيعجبهم اللون الأسود واللي كيحماقوا على اللون الأسود. شوفوا معايا هذا النوع كذلك اللي جاي في حالة الشكل هذا. شوفوا معايا الخديمة ديالو اللي جاي كتحمق، جاي غزالة ما شاء الله ومختلفة، وجاي أنيقة في اللبسة ديالها ومريحة كذلك. وبالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا هذا النوعية ديال هذا اللباس، شوفوا معايا الخديمة كذلك، شوفوها شوفوا حتى نسق ديال الألوان اللي جاية ما شاء الله غزال. فكنتمنى يعجبكم لا فيديو، فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب وكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على احدث وارق ديال لباس اللباس بالنسبه للسيدات المحجبات الانيق الجميل والجديد كذلك.